افتتاح المحليات الاصايل لابناء الغبايل، وجائزة هذا الشوط للمركز الاول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الاشواط القادمة. هناك تنويه من اللجنة المنظمة لهذا السباق على الراغبين في تسجيل في الثنايا وفي الحول وفي الزمول، الاشواط الرئيسية، أشواط الكاسات، أشواط الأشدة، أشواط السيوف، أنهم يذهبون إلى المنصة الرئيسية لتدوين هجنهم لأشواط الرئيسية. ومن اليوم حتى المساء يوم واحد للتسجيل، من اليوم حتى المساء على الراغبين التوجه إلى المنصة الرئيسية لتدوين هجنهم للمشاركة في أشواط الرموز. نتابع وياكم الآن مقدمة هذا الشوط. أرى الآن اللي في المركز الأول النهر البارد للسيد محمد بن خويتم. للسيد محمد بن خويدم النيادي. وفي المركز الثاني في هذه اللحظات اللي في المركز الثاني غير مدونة عندنا في الكشف، اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري. وفي المركز الرابع الظبي للسيد علي بن سعيد العويسي. وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس هملولة للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وفي المركز السادس سرابة للسيد عبد الله بن محمد بن هويدن الاجتبي. وفي المركز السابع من الجانب الثاني الشبلة للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. وفي المركز السابع العملة للسيد سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي. وفي المركز التاسع في هذه اللحظات بن صوغان للسيد مسلم بن سالم بن ذعلوب الدرعي. وفي المركز العاشر في هذه اللحظات صروح للسيد سيف بن محمد العميمي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام مستمعين إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول النهر البارد في مقدمة هذا الشوط. يا سلام النهر البارد على أرضية الميدان، يا سلام يا ناكن التسلل في هذه اللحظات من قبل الظبي بدأت تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. ها هي الظبي للسيد علي بن سعيد العويسي دافع بالظبي في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني النهر البارد للسيد محمد بن خويدم النيادي. وفي المركز الثالث الشاهينية مع مضمر القرن السيد فيصل بن طالب بن شريم المري. وفي المركز الرابع المجهولة. وفي المركز الخامس هملولة للسيد محمد بن زايد المنصوري. وفي المركز السادس نشوف وناخذ اللي في المركز السادس. وفي المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس متميزة للسيد محمد بن سعيد بن خالص العامري. وفي المركز السابع نشوف وناخذ اللي في المركز السابع الشبلة للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. وفي المركز الثامن نشوف وناخذ المركز الثامن في هذه اللحظات العملة للسيد سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي. وفي المركز التاسع عرى اللي في المركز التاسع سروح للسيد سيف بن محمد العميمي. وفي المركز العاشر نشوف وناخذ اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات شوق للسيد احمد بن سعيد بن منانه السويدي. ويلا يا ابو سعيد جرب شوق، العالم مشتاقه الخط النهايه، مشتاقه للفوز، ومثل ما قال الشاعر يا سلام مشتاق لاهل البر شوق.
خلونا مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول مع الظبي. الظبي لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط. شوف يا الرميذي وافتح الطريق، شوف الظبي شو تقدم في الميدان. ها هي الظبي تشاهدونها على شاشة التلفزيون. الظبي للسيد علي بن سعيد العويسي مسيطرة حتى هذه اللحظات، لكن الغدوم من الشاهينية للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري دافع بالشاهينية إلى مقدمة هذا الشوط. هو يمتلك سلالة شاهين، السلالة المعروفة، السلالة المرموقة في كل مكان وفي كل زمان. ها هي الشاهينية للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري. الشاهينية بدأت تسيطر على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، النهر البارد للسيد محمد بن خويدم النيادي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث وصل نجم الغربية، نجم هذا الموسم السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع هملولة، دافع بهملولة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث صروح قادمة بقوة للسيد سيبن محمد العميمي. وفي المركز الرابع شوق بدأت الآن تصل وتنتقل إلى مركز متقدم، تونا ذايعينها في المركز العاشر وصلتنا في هذه اللحظات، وتنتقل إلى المركز الرابع للسيد أحمد بن سعيد بن منانة السويدي. وخلك مع نجم الغربية، نجم هذا الموسم محمد بن زايد المنصوري، يا سلام، دافع بهملولة في مقدمة هذا الشوط. بدأت الآن تنتزع المركز الأول على حساب الجميع، لكن لا زلت أقول الشاهينية خطيرة للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري. هي الآن في المركز الثاني. المركز الثالث صروح للسيد سيبن محمد العميمي. يا سلام على هذا الشوط، يتميز بالمنافسة. وها هي الشاهينية تغير مع مضمر القرن السيد فيصل بن طالب بن شريم المري إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الشاهينية وأداء الشاهينية وهي ترقص على أرضية هذا الميدان وعلى الهواء بثا مباشر. نقول سلام عليكم يا أهل الدوحة، أسعد الله صباحكم بكل خير وبكل صباح من هنا. وبنسألك يا فيصل يا بن طالب يا بن شريم عن الشاهينية صاحبة الكاس، الله يوفق الجميع إن شاء الله. تهانينا للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني هملولة للسيد محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث شوق للسيد أحمد بن سعيد بن منانة السويدي. وفي المركز الرابع صروح للسيد سيبن محمد العميمي. المركز الخامس العملة للسيد سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي. وبقية المراكز نتركها لأعضاء خط النهاية. ناخذ التوقيت الزمني، ساعة وصول الشاهينية إلى خط النهاية بعدما احتلت المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطعة مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 9 دقائق 24 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري. صباح الخير يا أهل الدوحة. والآن الكلمة تعود إلى الزميل مطلق العنزي.